ايه؟ اقعد امسك الحته دي، امسك انا معديك حاجه حال جوزك هيحبك عليها. ام راسي بقى كده، انت تغسلي فانيله نمله، انزلي اغسلي بايدك كده كده، هتعافي نمله، هتعافي كده، هتعافي يا بنتي كده بخش كده خلاص اهو. ام راسي جامد جميل قوي يا سوري يا نهار اسود. ايوه ام راسي كده. ايه المصيبه دي؟ في ايه؟ ايوه كده حلو قوي. في ايه؟ انت من البيزا بقى؟ انت بتعلميها ايه؟ انت يا بنت انت بعدين ايه؟ بعدين ما تبقى ست بيت. ست بيت؟ ايوه. جواز ايه ونيله ايه؟ وده ما تتجوز ما يبقى عندها شغالات يا سلام. طب افرض بقى حصل ان انت جوزتها لحتة واحد محنك معهوش النهارده. ايه؟ ايه؟ قومي بره، قومي كلميني بره. ايه يا جدو في ايه؟ ما براحة شوية مالك؟ قومي قومي يا ست قطاطة. ايوه كده. من القلب اهو. انا عارفة العرض اللي كان في ناتها. براحة. اهو. هو راح فين؟ طلع بره. يلا. طلع بره؟ لو غبت عن خمس ساعات ماشي، لو غبت عن خمس ساعات في قلب المكتب عنده بيتقال حقيقي. يا طاطا ها ما قلتليش ايه رايك في الباروكه دي؟ حلوه فرايا سمير. مالك؟ أنا عايز حقي في عملية قطاطة على أداء المالين وبات الكلام. رأي صالح ما تفتح. حاضر حاضر يا سعادة البيه. حاضر. هيا يا عم صالح. هاي. ازيك يا سمير؟ ازيك يا لجنة؟ ازيك يا حبيبي؟ أهلا يا حبيبتي. الله يا بابي، دي باروكة ممكن ألعب بيها شوية؟ لا يا حبيبتي دي بتاعت الشغل. بابي حبيبي جايب لك حتة هدية، تعالي معايا أوريها لك. يلا انبسطي بقى. مالك يا سمير؟ في حاجة بينك وبين شعبان؟ لا مفيش. ما تخبيش عليا. في حاجة يا صالح؟ اسمها ليلى. جوزك لايف على حته جديده بس شكلها قلبت غرام وهيام. ازاي؟ بعدين هقول لك. امتى؟ قريب هقول لك ما تقلقيش. العزة لريس. طمنا عليها يا دكتور لو سمحت. هتقولي لريس ان شاء الله لو قعد 24 ساعه على خير نبقى عدينا مرحلة الخطر. 24 ساعة؟ يا سيدي اللي عدى ال 179 سنة اللي فاتوا يعني يعدوا ال 24 ساعة دي. بعد إذن حضرتك. لميس. لميس إيه بس اللي أنت بتفكري فيها دلوقتي؟ إحنا في إيه ولا في إيه؟ سرقتوا مني إيه، كينيا ولا طحان؟ تبادر؟ ولا خط المنبر؟ منبر؟ أنتوا خدتوا مني إيه؟ عملتوا عملية فتحتوا فين؟ أنتوا فتحتوا فين بقى عشان تسرقوا مني دي؟ وأنا دكتور أنا مالي عملية؟ مش أنتوا دكتور الأعضاء؟ نعم. أنتوا بتنتجوا فتحات الأعضاء؟ أعضاء مين؟ إيه اللي أنت معلقهولي ده؟ ده الجلوكوز. جلوكوز؟ لا أنا مش عايز الجلوكوز، أنا عايز سوبيا. سوبية إيه؟ ما أنا عايز سوبيا. عايز سوبيا؟ أو خمر هندي. مين؟ خمر هندي. خمر هندي مين؟ وأنت اللي حاطط عندك بدل يا عمر فين لميس؟ يا عمر؟ أيوة فين لميس؟ لميس أنا كلمتها وجاية لك. لميس. الله. أنا عايز لميس. هو أنا مت ولا إيه؟ مت فين؟ ما انت بتنيلي قاعده اهو زي القرد. اصحي كلميني. ايوه اوعى 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 ما تجيش جنبي خالص. فين لميس؟ لموسه حبيبتي يا عزازه لموسه. عامله ايه يا حبيبتي؟ وحشيني قوي. انت كمان وحشين. جملي حاطين لي الابره في دماغي. سلامتك. حاطين لي الابره. مش انا ده الدكتور. سلامتك يا قطاطا يا حبيبتي. عامله ايه؟ الحمد لله. كويسه؟ ايوه انا ما اقدرش اتاخر على قطاطا يا جدو. خلاص خلاص العبوا مع بعض، انا مستنيكي في المكتب. ماشي. مع السلامة يا ميسو. ميسو كنت عاملوا فيا ايه في السجن؟ خضتيني عليكي، عملوا فيكي ايه في السجن؟ حطولي سم. سم؟ ايوه سم في الاكل. حبيبتي يا قطوطه بعد الشر عليكي، انت لو جوالك حاجه مين هيحكي لي حواديت؟ انا حبيبتي انا احكي لك تاني اجي لك وانا عفريته حتى. الرشوه اهي. ايه ده؟
ايه؟ ايه دي بطاطس؟ لا شوكولاتة. بطاطس ايه؟ شوكولاتة؟ ايوة شوكولاتة. شوكولاتة؟ نبي؟ ايوة حلوة اوي حبيبتي. بني خليك بيا ويجلعك ويجلدك ويعطاتك وياخدي حلوة يهودي يمتك ياخدي حلوة يهودي يمتك رب 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 خلاص دلعتيني وهنمتيني. بقى ايه اللي حصل؟ هتبقى هيكون ايه يعني غير الحدوتة؟ يلا حدوتة؟ بدي ايه؟ الليمبي. الليمبي حبيبي اهو جاي لك اهو وزي ما قال كلكوس لحنية فتحية. انا اطلع لهارسة ازاي؟ هقول لك أيوة. بس خلي بالك من الديانة. دبانة؟ دبانة في كتفي هيسرقوه ولا ايه؟ دبانة ايه يا سليب؟ الديانة الديانة بتتبصين له في كل حتة. خليك بستحرص. ايوه خليني بستحرص. شايف السلب اللي في ظهري دي؟ فين؟ طلع لك انت سلب مين؟ السلب اهو. ده من جنبه ده. هتطلع في بين في شبال. ايوه في بين ده في شبال في فوق في تحت في بطلة في بين في شبال في فوق. يلا 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 في تحت. يلا فتحي. يلا وبعدين بقى في الجدع اللي طلعنا في البخت ده اللي اسمه ليمبي واكل عقل الفلاحين ودايرين وراه على طول. قولي بقى لازمي تاني ايه؟ عمدة يعني ولا خيال مقاتل؟ اصبر بس يا عمدة، الصبر حلو وكل وقت وله اداء، والليمبي دي تصريفته معاني. السلام عليكم. مش هنا منزل السيد هريسة؟ صحة صحة يا ريس. أنا طبعاً كنت عايز أقابله يعني. أنت جيت لعراك يا هالي. إيه ده؟ إيه على روحك الفتح؟ إيه يا عم أنت يا عم اصحى وفوق وفتح الكلام. أنت تعرف أنت خلاص هي طارت منك ولا إيه؟ أنا الليمبي يعني اسم من دهب وحروف من نار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا برضو بلد الجدعانة والرجولة والادب. الليمبي من السيدة زينب وعارف يعني ايه الوصول. مش انا اللي اعلم على صاحبي عشان خاطر في سوق خلاف بيننا وما بيحبنا. ماشي؟ سلامة يا شنتالة. انا ضربت ايدي في حلة تفال ولا ايه؟ صابك يا زينة الشباب؟ فوق فوق وطبني يا سيدي رجالي. بدر عليا لو ربنا كرمه وقام بالسلامة لبح جدي ووزع على البلد كليتي. عيب عليك يا راجل اختيش، هو الزعيم مقامه جدي برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ابتدى يفوق اهو. الكنز 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 الكنز. سليبي الله الله اللهم صل على النبي. انت ولا انتوا ناس تانية؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بيخطرف يا رجال. ايه مصابته؟ الحمد لله على سلامتك يا بطل. الحمد لله على السلام. تمام. ده انا دغدغتكم كلكم. انتوا بتضربوني؟ عايزين انا مش من منطقة تضربوني؟ لا يا سليب. انا هتضربك ده وريك
الدور. انت بخير يا زعيم؟ الحمد لله. هو ايه اللي حصل يا سيليبي؟ والله فاكر يا فتحية، والله فاكر، بس انا كل ده انا كنت فاكره انه كان في خناقه مع حد فرديته بالبنيه. انت دخلنا ايديا داخل في عطره.